Eso, Bowie. Hablé. Su forma de expresión, tú. Antes de que bajarle. مفكوع على صوت بناء تبيت الحني سلفون سرق منه حاجة بالمرة وهو مش موجود. خد اللي في السنة دي كلها دايموند دايموند. انا فوق بتاع الدايموند، انا بقول في ايه في الفناء ده طلع الوطن السري. انا هموت الفخ بتاعه. انا قتلتين واخد نفسك. اجيب الحاجات. فينو؟ لا دايموند. كروس فايت دايموند. كنت هموت. اخيرا هربت بالدايموند. هبقى اشير اثار الجريمة بس بعدين. واقول هنيني ما شيلش اثار اي حاجة عشان لما يجي يتفتح. فقير بقى الدايموند و حق نفسي تاني عشان تلفق النور. هعمل حاجة. هروح بقى اقتل نفسي عشان اخد قلوبي تاني. يلا يلا اقتل نفسي عشان اخد قلوبي تاني.
ما اقول لا ما شاء الله. كاركم بعد ما ظبط حيل ظبط حيل اخيرا وصلوا البيت والمخزن بتاعه عشان لما يجي يتحط. الله بس المهمة تمت بنجاح. انا دلوقتي عملت كموت عشان ابوظ بيته عشان كيف يكون مكمل شباب حركة موت ولا الحركة يا قريبا طبعا المحكم بتاعي. الله 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 أصل أصل عشان لما يجي يكمل راح كمل وفخين عشان يجي بقى ويشوف النصيب ولا حصلت في بيته. تمام واشوف اي حاجة عنها قبل ما هو يجي. صورت وش بس مهم بس الله مساعد فطبعا هستنى عشان كمان انام وردي ترى 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 الخرم الحفرات دي برضه ما يكونش بيحصل في بيتي حاجة. هنزل هنا بقى شوف ايه اللي هنا. بيتي باص هنا اللي بوظ بيتي يا بيتي باص انا اللي بوظ بيتي. مين اتحصلت انت كان فخ كان فخ كان فخ طلعوني بيتي. انها الحرب ايه تاني يا فقير. تعالى يا فقير. تعالى. تعالى واجهني. اطلع لو انت راكل. اطلع. اطلع. وهي هكسرك بيتك. ماشي يا خاني ماشي. ماشي يا خاني ادخل وجيب اللي انت عاوزه. ايه ده انت ماشي ايه ده هيكون فخ انا خفت هيكون فخ. يلا ادخل يا خاني ادخل هاتي احسن كل حاجه كسر له التشيست التشيست ارمي كل حاجه معايا ارمي ارمي مش عاوز اي حاجه يلا ارمي ارمي امي مش عاوز اشوف حاجة. ليه انت بعد سنتين هرميهم. اسف يا خاني اسف ما قلتش هعمل كده تاني ما قلتش هعمل كده ابدا تاني.
طلعت الفلوس هيدخل. يلا امشي. مشيت؟ ايوه ماشي. كنت انا بقى حاجتي حاجتي كسروا البيت بتاعه، شبه ما كسروا. الانتقام 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 يا الفقير، الانتقام الانتقام يا الفقير، الانتقام. هتعرف الانتقام، انا هوريك الانتقام. ترى انتقام، ترى انتقام لما تفوت بيتي وتسرق مني الحاجة. ترى انتقام يا فقير، ترى انتقام. فيارب يكون الفيديو عجبكم، يارب تحطوا لايك والشير وسبسكرايب ليصلكم كل جديد من فيديوهاتي الرائعة. طبعا اشتركوا في قناة عمر، قناة ايسي تيوب وديتا مصطفى احمد تيوب، واشتركوا اهم حاجة في قناة عمر. شوفوا فيديوهاتهم حلوة قوي، كل اللي انا قلت لكم على اساميهم. فطبعا يلا باي باي.